أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة. ووصف الرئيس الفلسطيني الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي وبأنه انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء فلسطينية في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي. كما أكد عباس أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.